ازاي ترجع الصحافة تاني، يعني ناس ترجع تقرا ما تعتمدش على الانترنت؟ مش انا، انا كصحفي او كصحافة بحاول اقدم اطور اداتي، انما هو في مرض انا هسميه مرض في العالم كله اسمه السوشيال ميديا، ده دمر حاجات كتير جدا جدا. وانا بقول لحضرتك ان بعد 15 سنين بلادة في العقل هتكتشفي ان هناك من يحاول ان يعالج نفسه من هذا المرض. اكيد لا، دلوقتي من دلوقتي والعلاج والعلاج نفسك. العلاج هيكون بالعوده للصحافه الورقيه. تمام. ليه؟ لانه متعه انك تبحثي عن المعلومه وانك تدققي المعلومه وانك تاخدي معلومه صحيحه ومدققه ومحايده لن تجديها الا في الصحافه الورقيه. طبعا ده مجرد ان انت وانت بتقلب كده في الارشيف ده حاسس بمتعه، حاجه تانية. وانا بكتب هذه الكلمه برجعها مره واتنين وورايا واحد واتنين بيراجعوها عشان يتاكدوا صح ولا مش صح. نقف عند النقطه دي. حضرتك بتتكلم دلوقتي بعين المحب لبلده، لكن الصحافه مهنه المتاعب زي ما بيقولوا. الخبر ما بيوصلش بالسهل كده، يعني الصحفي بيحصل ايه لحد ما يجيب الخبر والصوره؟ ممكن حضرتك تشرح لنا؟ بص يعني دي دوامه داخل المؤسسه الصحفيه او داخل الجريده او المجله، ان عندك محرر بيجي زميل بيجيب الخبر او يجيب المعلومه او يجيب التحقيق حقه. حضرتك اللي بتوجهه ولا هو بيقترح على حضرتك الفكره؟ او انت يكون عندك فكره فبتكلفي بيها اللي يقدر يقوم بيها من المتخصص. اتنين، بيجي بيكتب الفكره، وعشان يكتب الفكره ديت او عشان يكتب الموضوع او التحقيق الناس تتخيل انه يمسك قلم ويكتب. اكيد لا. انما هناك اصول للمهنه، لانه انا بكتب عشان الناس تقرا وبكتب في مطبوعه موثوقه، ففي اصول لكتابه الموضوع او كتابه الخبر لابد ان يستوفيها المحرر او الصحفي. مين اللي بيقيمها، حضرتك ولا الصحفي؟ اتنين. ياتي دور الديسك. ايوه، في حاجه اسمها الديسك. الديسك ده اللي هو بيقعد يقرا ويشوف اذا كان الموضوع ده يستحق ان يتعاد كتابته من جديد او محتاج يدقق من جديد، في معلومات غير صحيحه، في معلومات مش في مكانها. طب لو الفكره جيده والكتابه مثلا لا ترتقي لحد تاني اللي هو الديسك. ثم ياتي مدير التحرير ليراجع المضمون ويقر نشره، ورئيس التحرير في النهايه لازم يكون مشرف على كل هذا ومتابعه، لان دي مسؤوليه. هنا ما بتكلمش عن المسؤوليه القانونيه. ايوه فاهم. يعني برضو مسؤوليه مهمه جدا. المسؤوليه الضميريه. ضميريه. بمعنى والمسؤوليه الوطنيه. ان سهل جدا اني اوافق على نشر خبر يسيء لبلدي. سهل جدا اني اوافق على نشر موضوع تافه او يشوه عقول شباب. هو فعلا معظم المجلات دلوقتي او الجرايد شاهد قبل الحظر حاجات اخبار خايبه جدا. انا ما شفتش ده في المصور النهائي. ان انا اساهم في ان انا انشر هذه الحاجات لان اكثر توزيعا واكثر مبيعا واكثر كذا. ايوه، بس هنا بيبقى عندي حاجه اسمها الضمير الوطني والضمير المهني. هو فقد المهنيه او كده مش صح. هل هذا الموضوع يصلح ان يقراه الناس؟ هل ده امانه مني ان انا انشره؟ هل ده لصالح بلدي؟ هل ده لصالح شعبي؟ هل ده لصالح المواطن؟ ولا افضل اقدم له حاجه فيها ايجابيه، حاجه جاده؟ زي بالظبط الاعلام الجاد والاعلام غير الجاد، او الدراما الجاده والدراما السفيهه. بس دي حرب كبيره قوي يا استاذ احمد. هي حرب كبيره، بس اذا انت ما حطهاش بمثابره وباصرار واتحاد بحب حقيقي من البلد. طب ما انا عندي رئيس الدوله بيخوض محاق كل يوم كل لحظه كل يوم. ولم تشعري في لحظه محبط، محدش يعرف. ده بيديكي امل في كل مره يطلع فيها يتكلم. بالظبط. طب ما انا عندي هذا النموذج، انا باخد هذا النموذج وبحطه قدامي، وده مش بقولها كده، لا انا بحطه قدامي، لانه المعارك اللي انت بتخوضيها ومحاولات التشويه. ودايما بقول ان اول من تعرض لحروب الجيل الرابع هي الصحافه القوميه المصريه في محاوله تشكيك الناس فيها وابعادهم عنها، لانها صداده مهمه جدا حقيقة. ضد التطرف، ضد الارهاب، ضد التفكير الظلامي، ضد الاصوليه، ضد الافكار المشوهه، ضد التشكيك. بتفوقك، بتديك الحقيقه فتقول لك لا ارجع. بالظبط، لانه الحرب الحقيقيه او مجمل هذه الحروب نقدر نلخصها في جمله، ان الدوله المصريه ومصر تتعرض لحرب هويه. نزع هويه المصريين، هويتهم الثقافيه والدينيه والاجتماعيه. وبالتالي انت مهمتك انك تستعيدي هذه الهوية وتؤكدي عليها.